خلونا نشوف هذا الكليب وبعدها راح يكون معنا. إذن مشاهدينا معنا محمد فتيان وهو عازف موسيقى مؤلف موسيقي وعازف ناي، ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا بك محمد. أنا أول شيء لفت انتباهي صراحة الشنطة أو الحقيبة خلينا نقول اللي تحتوي على أكثر من حجم للناي. نعم. الحجم أو الطول خلينا نقول. نعم. بيلعب دور بالصوت. طبعا الاختلاف بالآلات هو اختلاف بنوع الصوت. هو اختلاف بلون الصوت. يعني مثلا كيف الصوت البشري، كيف لما يكون في عنا صوت مغنية سوبرانو، في عنا صوت مغني باص، في عنا صوت تينور، هذا الاختلاف هو تماما. حلو. ما حفظت أكثر تفاصيل. تماما نوع الصوت فينا نقول طبيعة الصوت بتختلف تماما. نعم جميل. محمد لو تكلمنا، يعني أنت عازف ومؤلف ويمكن آلة الناي. نعم. من أشهر الآلات الشرقية، خلينا نتكلم عن بداياتك، كيف يعني حبيت هذه الآلة ومارست الهواء؟ تمام. حبيت الآلة بشكل شخصي بالصدفة. أنا شفت عازف بالطريق بمدينة حلب، مدينتي. بالصدفة شفت عازف بالطريق، حبيت الآلة. هذا كان بال2000، فاشتريتها أخذتها منه ورحت جرب بالبيت، ما كان يطلع صوت. غريب يعني أنه ليش بقى ما في صوت. طلعت القصة صعبة، مو بسهولة ممكن أخذها. فحاولت، دورت على أستاذ، أفضل أستاذ باحث موسيقي بمدينة حلب اسمه محمد قصاص. فرحت لعنده وسجلت دروس خصوصيات، مرنت على الآلة، يعني وصلت لمرحلة معقولة. ففي مدينة حلب اشتغلت مع الأستاذ نور مهنا، مع الأستاذ حمام خيري. بعدين انتقلت لمرحلة انه انا لازم ادرس، اصير بشكل اكاديمي، لانه عشقت الآلة من قلبي بشكل لا يوصف. خلاص حسيت في شيء جواتي لازم، يعني جزء منك. اكيد جزء مني، اكيد حسيت مستقبلي بهي الآلة، يعني موسيقي اكيد. ففكرت بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق، قدمت على المعهد العالي للموسيقى بدمشق ونجحت فيه بعام 2003. وقدمت على جامعة الموسيقى كمان بحمص، قبلت فيهم تنتين. درست سنة اولى بالجامعة، بعدين لا فكرت المعهد العالي فرص اكبر بالعاصمة وكذا، تركت، كفيت بالمعهد العالي للموسيقى، تخرجت منه عام 2009 2010، سنه 2009 الدراسيه 2010. العازف الرسمي باوركسترا، الاوركسترا السوريه الموسيقى العربيه واوركسترا الجاز السوريه. كان الحمد لله اول سولو بحفل اطلاق اوركسترا الجاز السوريه بدمشق، كان اول اله شرقيه لاله الناي عملت سولو فيها. واضح انه تحول من حب الى شغف، خلينا نقول اكثر. شو نسمع؟ شو ودك تسمع؟ احنا قاعدين طبعا نسمع شيء مسجل، بس اكيد انه احنا نبغى نسمع ايضا شيء لايف من الاستوديو. بس صار ايضا عندي فضول، يعني الالات الموسيقيه في البعض بيعزف باصابعه، في البعض بيد مثل كمان، ولكن انت بتعتمد على النفس. نعم. هل في تمارين معينه؟ نعم. بالذات ما شاء الله نفس طويل، يعني في تمارين معينه بتقوم فيها علشان تقدر طبعا تحافظ على هذا النفس؟ طبعا اكيد اكيد.
دائما لازم يكون في تمرين، هو تمرين خاصة بالتنفس اللي هن بيستخدموه، تكنيك خاص بالتنفس اللي هو بيستخدموه السباحين، بيستخدموه المغنيين، تكنيك خاص هو له علاقة من منطقة البطن، لازم التنفس مو بشكل طبيعي من الرئتين، فهذا لازم بشكل يومي يكون هذا التمرين تنفس بهدوء. أنا بشوف التمرين تبع النايلة تطوير النفس هو مثل اليوغا، هو استرخاء تأمل. حلو. استرخي الواحد هيك صباح بيمسك الآلة صوت طويل، منا الصوت بيصير العضلة بتتمرن على الصوت الجميل، منا بيبتدي يومه باسترخاء وتركيز عالي، فعم حاول يعني أعمل استجابة. محمد حتى لما تتكلم عن تجربتك وعن النايلة تتكلم يعني بحب كبير وبشغف بهذه الآلة. طيب في ألبوم الآن كان موجود معنا اللي هو تماس. نعم، مشروع تماس. نعم. أنت هذا تعزف مش منفرد؟ أنا عضو بفريق أصدقائي معي، هن ألمان، نوجه لهم تحية. تمام. بابلو كيو ألماني جنسية، جوست ترمبول هو بريطاني ألماني، صديق صوت جميل جدا عبد الغني المسعودي هو مقيم في المغرب حاليا، وماتياس كورث كمان هو ألماني جنسية جيتاريست. فمشروع هو كونتمبرري، يعني موسيقى معاصرة ارتجال. فافتتاح الألبوم حيكون 24/4 الشهر القادم إن شاء الله. وألبومي الحالي عملت تسجيل في الأردن، كنت مقيم بالأردن لما سنة وجاهز التسجيل. إن شاء الله يعني مو مبين لسه التاريخ لأنه لازم أعمل الميكس والماستر في ألمانيا، فلازم بداية 2016 أكيد لازم يصدر. طيب محمد، يعني موضوع العزف شيء والتلحين والتأليف شيء. نعم. يعني متى حسيت أنه أنت قادر تألف موسيقى؟ أنا حسيت قادر ألف لأنه صار عندي فرصة أنه ألف. كنت بالمعهد العالي مرة جالس عم بتمرن لآخر الليل، بيفوت الممثل الأستاذ سوري جهاد سعد بيشوفني عم بعزف، بيقول لي محمد حلو، أنا بدي إياك تحضر معي بروفا. بحضر بروفا العرض اسمه إجري تانتيكون بسوريا، فبيقول لي محمد شوف الرؤية، شو فيك تعمل لي مع الناي تبعك. قلت له أوكي. بالصدفة كنت أنا عم بقرأ عن هجرة أنتيغون كمان الرواية، فعندك قلت له أنا في عندي أستاذ، شوف صدفة أنا عم بقرأ نفس الرواية هلأ. قال لي أوف برافو كتير، شو عندك أفكار؟ قلت له أستاذ أنا مو بس للناي، أنا بكتب موسيقى. قال لي برافو محمد، نوتات، ورجيني لشوف شو حتعمل. ورجيته أفكار، ما حأذكر أسماء، بس أستاذ جهاد على علمي بالبروفات أحضر كتير أسماء موسيقيين. آخر شيء قال لي محمد جهز لي حالك، حنعمل 14 عرض في دار الأوبرا وحنسافر إسبانيا مهرجانات عالمية وأنت حتكون المؤلف الموسيقي للعمل. ويعني من وقتها صار عندي اندفاع كبير، لأنه كان بالمهرجانات مثلا بإسبانيا قالوا لي أنت الكومبوزر. كان عمري يعني ما في عمري شيء يمكن 23 سنة، ما شاء الله، طالع مع فريق ممثلين مشهورين بسوريا لهم أسماء كبيرة. فهذا شيء أعطاني اندفاع لفكر أكثر أعمل تأليف. بعدين هلأ صرت حس بآلتي أكثر، فبألف لآلتي بشكل خاص. ألبومي هلأ نصف تأليفي ونصف هو ألحان عالمية، يعني مأخوذة من 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 موسيقى الجاز، لحتى أعمل جسر تواصل ما بين الشرق والغرب. حلو، حسسني انك انت بيكون في حوار بينك وبين الآلة وقت تأليف القطعة الموسيقية، انك بتتحاور معها وبتطلع بالقطعة الموسيقية. يعني ببساطة بغمض عيوني وبحاول اخذ قدر الامكان حرك مشاعري مع 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 مع, مع ذاكرتي الموسيقى. جميل. حلو، يا ليت تتحرك مشاعرنا معك ومشاعر مشاهدينا ايضا، وراح نسمع مقطوع لايف منك.
الله عليك روعه، في شجن عالي واحساس فظيع. مادي يعني مشاهدينا اكيد استمتعوا فيه، ولكن تاكدوا ان الواقع لما يكون لايف وتسمعوه مباشر شيء مختلف. انا لو اعزف على هالاله بقعد اصيح طول اليوم، انا احس فيها شجن كثير عالي ومشاعر كثير جياشه. محمد يعني احنا سعيدين بتواجدك معنا، وانا سعيد جدا بتواجدي معكم. الله يخليك، شكرا لك، لك يا رب التوفيق. الله يسلمك، باصدار كلكم لاونج انا واستمر، انت مبدع. شكرا شكرا. انا حابب ركز على قصه بقصه وجودي هون في دبي، كان الحمد لله هذا شيء اعطاني دافع اكثر انه تمت المشاركه في كاس دبي العالمي. حلو. لضيوف البارح كان سمو الشيخ، كانت دعوه موجهه شخصيا، والحمد لله اكيد اشجيتهم واطربتهم امتعتهم. الحمد لله حبيت ركز على هي النقطه. الحمد لله يا شكرا كثير، واحنا ان شاء الله نتمنى لك التوفيق وبانتظار جديدك باذن الله. شكرا كلكم، شكرا لك، يعطيك العافيه، كل التوفيق يا رب. الله يخليك.